السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض دلوقتي. هنتكلم إن شاء الله عن المدن الذكية. المدن الذكية إيه اللي يخلي مدينة تبقى ذكية ومدينة بيكون أقل ذكاء؟ لأن مفيش حاجة اسمها مدينة غبية، لكن في مدينة متوفر فيها الخدمات الذكية اللي الإنسان يكون مستريح فيها، وفي بعض المدن ممكن تكون في مشاكل من خلال الزحمة، من خلال في نقص مثلا في الأعمال في المواصلات. فدي اللي احنا نتكلم فيها، أو هنسميها يوتوبيا. يوتوبيا يعني المدينة الفاضلة، المدينة اللي الإنسان يكون مستريح فيها، يحس إن هو كده في جنة أرضية. زي ما شفنا إن المدن دلوقتي أصبحت زحمة جدا، المدن اللي حوالينا كلها زحمة جدا وفيها مشاكل كتيرة جدا في عدد السكان، في المواصلات. ممكن تكون الشغل بتاعك قريب لكن انت بتاخد ساعتين في المواصلات. ومن أكتر المدن زحمة القاهرة، وتقريبا 68% من سكان العالم هيعيشوا في المدن بحلول عام 2050. لكن لما حصل أزمة كورونا والناس كلها قعدت في البيت، اكتشفنا ان عندنا مشكلة اكبر. اكتشفنا ان البيوت بتاعتنا المنازل غير مهيئة ان احنا نقعد فيها، هي مهيئة ان احنا نيجي ننام، لكن بصريا وتنفسيا وفي مشاكل كتيرة جدا. في يعني مجرد ان انت تقعد في البيت ما تخرجش، ده بيعمل لك مشاكل كتيرة نفسيا وتنفس والإنارة الصناعية طول اليوم، فده سبب مشاكل كتيرة. فلذلك احنا اكتشفنا ان عندنا مشاكل كتيرة، المدن بتاعتنا لم تصمم للبشر. الو، في مشاكل؟ فعشان كده احتاجنا ان احنا نعيد التفكير تاني في التصميم المدن، ونبدأ نشوف ازاي ان احنا نخلي المدن مهيئة للإنسان. الطرق تكون مهيئة للإنسان، السكن يكون مهيئ للإنسان. فلذلك احنا لقينا نفسنا متجهين ناحية تطور المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني في المجتمع الاول ده كان معتمد على الصيد، المجتمع الثاني كان معتمد على الزراعة، حصل تطور خلال آلاف السنين. وبعد كده دخلنا في المجتمع الصناعي، وبعد كده دخلنا في المجتمع المعلومات society information. دلوقتي المجتمع بتاعنا اللي هو society 5 او المجتمع السيبراني، اللي معتمد على الذكاء الاصطناعي ومعتمد على انترنت الاشياء ومعتمد على تكنولوجيات كتيرة جدا. في تكنولوجيات كتيرة جدا ممكن تسهل الحياة، زي مثلا السيارة بدون سائق، تقدر ان انت تخلي السيارة توديك مطرح ما انت عايز اثناء ما انت مثلا بتقرأ كتاب او بتستريح. ولما نيجي ننظر الى الاهداف التنمية المستدامة في كل الدول دلوقتي، بنلاقيهم ما يقارب من 17 هدف، اغلبهم تبعنا في المدن الذكيه. وفي رقم 11 ده متخصص قوي اللي اسمه سستينابل سيتي اند كوميونيكيشنز، ده خاص بالمدن الذكيه، يعني معمول لها هدف اللي هو رقم 11. وبقيه الاهداف برضو في ارتباط، زي الحصول على المياه النظيفه، دي من ضمن الاهداف التنميه المستدامه اللي هي رقم 6. الحصول على المياه النظيفه دي برضو من ضمن اهداف المدن الذكيه. ما ينفعش يكون في مدينه ذكيه والمياه ملوثه، او ان انا بضطر اشتري المياه بشكل يعني من الاشكال. النمو الاقتصادي دي برضو من الحاجات المهمه جدا في الرعايه الصحيه وتخطيط المدن. الصناعه والابتكار والبنيه التحتيه، يبقى في بنيه تحتيه للاناره، في بنيه تحتيه للصرف، في بنيه تحتيه لجمع الكمامه. العمل المناخي، لازم يكون في تحسين للهواء اللي احنا بنتنفسه. يعني تخيل ان انت قاعد في عماره، العماره دي الواجهه كلها زجاج وشكلها حلو، ولكن مفيش قدرة على التنفس، مفيش شبابيك، فده بيعمل اختراق وبيعمل مشاكل كتيرة لأن الهواء راكد مش بيتجدد. فده من ضمن المشاكل اللي احنا لازم نكون على وعي فيها. طيب بنعمل ايه عشان يبقى عندنا مدن ذكية؟ بيبقى عندنا انترنت الأشياء، عندنا اوبن داتا، يعني المعلومات مفتوحة، أي حد يقدر يستخدمها ويستفاد منها، مش مقتصرة على الحكومة، لأ، يعني المعلومات كلها. فين اماكن الشوارع، فين اماكن المواصلات، اقدر وانا واقف في مكاني اعرف الباص هيجي بعد قد ايه، او الاتوبيس قدام قد ايه ويوصل، بحيث ممكن لو هتاخر اقدر اخد اي مواصله تانية.
في الصحة الذكية، المستشفيات بتتعمل بشكل ذكي، في طرق خاصة مثلا بعربيات الإسعاف، في نظام صحي إن أنا أول ما أروح مش لازم أدفع فلوس تأمين ولا بتاع، أقدر أدخل على طول أكشف عند الدكتور وبعد كده يبدأ يشوف موضوع العلاج. الحكومة الذكية، الزراعة الذكية، ممكن نحط قطعة أرض صغيرة نحصل على ضعف الناتج من خلال إن إحنا بنستخدم أساليب ذكية في الزراعة. السيفتي، يبقى في أنظمة، في كاميرات مراقبة لو حصل أي حاجة بتعمل تنبيه، يعني مثلا في الحج والعمرة في كاميرات معينة بحيث أول ما يلاحظ تزاحم في مكان معين يدي إنذار، لو لاحظ حركة سريعة قوي يدي إنذار، لو حس ببطء في الحركة بيدي إنذار. أول ما يحصل حاجة غير يعني متعودين عليها بيدي إنذار بحيث ينبه الأمن إن هم يتدخلوا قبل ما المشكلة تحصل. ومن ضمن الحاجات برضو الأساسية موضوع البي أي إم، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. فعشان يبقى عندنا مدينة ذكية لازم يبقى عندنا بنية تحتية اجتماعية، التعليم يكون ذكي، ما ينفعش مدينة ذكية ما يكونش فيها جامعة، فالناس تضطر إنها تسافر من مكان لمكان آخر عشان تدرس، فكده ميبقاش في مدينة ذكية، ما ينفعش يبقى فيها استدامة. كل واحدة من دول إن شاء الله شارك معاكم البرزنتيشن دول، كل واحدة من دول ده موقع بيدينا مثال على الحاجة ديت، الحاجة الذكية. هنلاقي الأنظمة الحكومية، إن لو الحكومة مثلا عايزة تاخد قرار، أنا عارف إن المغرب من ضمن الدول اللي ليها باع في موضوع المدن الذكية، فعارف الناس عندها وعي ومهتمية جدا بموضوع المدن الذكية. إدارة المياه، إن إحنا نقلل الهدر بتاع المياه، الأمن، الصرف الصحي، شبكة النقل والمواصلات، ممكن يبقى فيه أبقى عارف بالظبط المواصلات تيجي إمتى، يبقى فيه إمكانية إن أنا أركب مواصلة عامة وأول منزل ممكن أتمشى مسافة بسيطة أوصل للشغل، أو إن أنا آخد دراجة من الدراجات اللي موجودة وأقدر إن أنا أوصل المكان اللي أنا عايزه. ففي بنية تحتية أساسية، في بنية تحتية مادية، في بنية تحتية اقتصادية، ومفيش دولة أو مفيش مدينة في العالم كله قدرت تحقق 100% من دول، لكن أحسنهم سنغافورة محققة نسبة كبيرة منها. فاحنا محتاجين نعمل بيانات مفتوحة اللي نقدر نشارك الداتا بحيث المواطنين، بنسميه مواطن ذكي او مواطن رقمي، يقدر ان هو يستعين بالحاجات ديت. الموبايل بيبقى فيه بعض التطبيقات بتخليني على تواصل تام بكل الحاجات اللي بتحصل في الدولة، بيبقى فيه انترنت الاشياء، يعني ممكن اشارة المرور نفسها لو لقيت مفيش عربيات خلاص ممكن انها تبقى احمر، يعني تفتح الطريق الناحية التانية بحيث انها تعدي ما دام مفيش عربيات هنا، مش 15 ثانية هنا 15 ثانية، لا الموضوع بيبقى ذكي شوية. لو مفيش عربيات ممكن هو ايه ما يغيرش الإشارة، يسيب الطريق مفتوح الناحية التانية. المركبات كلها متصلة ببعض وكل سيارة حسب العربية اللي جنبيها، وكنت طبعا في نوع من الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي اللي هو الاستبصار اللي حواليه واللي يحس كل حاجة، وجزء منه التعلم الآلي بيبدأ يتعلم من السواقة بتاعت الناس، وفي تعلم عميق هو بيقدر يفهم السواقة بتحصل ازاي، بيقدر ان هو يفهمها ويقدر ان هو يستجيب ليها. فده بيؤدي لتحسين السلامة، تقليل الازدحام، تقليل الكربون، تقليل الانبعاثات، بيحسن الوصول بسرعة، ان انا ممكن مثلا من خلال التطبيق الموبايل اقدر ان انا اجدد رخصة القيادة، مش لازم اخد اجازة من الشغل واروح، لا ممكن من الموبايل اجدد رخصة القيادة، ممكن اجدد الاي دي، ممكن اجدد جواز السفر، ممكن ابيع حاجة واشتري حاجة من غير ما اتحرك من مكاني، ممكن يكون عندي جلسة في المحكمة فعلى طول ادخل والقاضي يسمع مني ويصدر الحكم من خلال الموبايل على طول، اثبت له ان انا الشخص دوت ويبدأ ان هو يتناقش معايا. بيحسن استخدام النقل للمعلومات، واستخدام لو الحكومة عايز تاخد اي قرار بتقدر انها تحط المعلومة قدام المواطنين ويعملوا تصويت ويشوفوا انهي مشروع للحكومة المفروض انها تتبناه. فالمواطن عنده تواصل تام مع الحكومة ويقدر ان هو يفهم كل المعلومات، بيجيله على طول ان في اشارة ان في زحمة في المكان الفلاني، حاول تاخد مسار تاني. ده على سبيل المثال في حاجات كتيرة موجودة، مثلا في اشارات رقمية طول ما هو ماشي في الطريق،
المواصلات، في جهاز بيقيس التلوث في الجو، بيقيس الازدحام المروري، بيقيس الشمس موجودة وازاي احنا نقدر نستفاد منها كطاقة شمسية، وبيبدأ ان هو يسجل المعلومات ديت في بيج داتا ويبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يشاركها مع المواطنين. يعني عندي قاعدة بيانات بتشارك المعلومات ديت، فنقدر ان احنا نستفاد منها. كل السيارات متشاركة في خدمة خرائط نظم المعلومات الجغرافية، فكل الحاجات متوصلة مع بعض بحيث ان اي معلومة نقدر ان احنا نستجيب فيها لو في امكانية ان احنا نستفاد مثلا في حد عنده زيادة في توليد الطاقة الشمسية، بنقدر ان احنا نشاركها مع بعض. ومن ضمن برضو الافكار الجميلة اللي معتمدة على تقنية البيم وتقنية الجي اي اس اللي هي الديجيتال توينز. الديجيتال توينز اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هو الطاقم الرقمي، ان انا عندي كل المعلومات الخاصة بالمبنى والمدينة بحيث ان لو حصل اي حاجة يقدر ان هو يتنبأ بالمشاكل قبل ما تحصل. من خلال ايه؟ من خلال بكل بساطة ان هو مسجل كل الداتا وكل البيانات وكل حاجة، فيقدر ان هو يعمل زي موديل بسيط. موديل بسيط يقدر ان هو يقول والله ده احنا بالشكل دوت ممكن تحصل عندنا مشكلة بعد فترة معينة، كأن في توأم رقمي بجانب التوأم او بجانب المبنى الاصلي اللي موجود معانا. فاحنا محتاجين ايه عشان تبقى المدن ذكية؟ محتاجين ان احنا دي مشاكل اللي بتحصل على اساسها ان احنا بدأنا نهتم بالمدن الذكية. الاهتمام بالمدن الذكية بقاله فترة لكن زاد مع كوفيد 19، لان الناس حست بالمشاكل بتاعت المدينة وان احنا المدينة مش صحية سواء كمدن او كشقق سكنية. فبدأوا ان هم يتجهوا ان هم عايزين يقللوا الوقت اللي بياخده الواحد في المواصلات، ازاي ان السيارة مثلا يجي لها اشارات بالعربيات اللي موجودة، بتقدر مثلا لو السائق بدأ ينام تبدأ تدي انذار ليه وتصحيه، بحيث ان احنا نقلل استهلاك الطاقة، نقلل الجريمة، نقلل الحوادث، نقلل المشاكل اللي ممكن تحصل. لو قدرنا ان احنا نقلل حتى بدل ما كان بياخد ساعتين ياخد ساعة، فدي انجاز كبير جدا هيعود بالشكل الايجابي على الاقتصاد. ففي ناس بيعرفوا المدينة الذكية هي المدينة اللي بتستخدم التكنولوجيا في تحسين حياة المواطنين. يعني الهدف ان احنا نحسن حياة المواطنين، نخلي الحياة بتاعتهم اكثر امنا واكثر سلامة واكثر رفاهية. فبنلاقي في خدمات كتير جدا، مثلا الطاقة بنقلل استخدامها وبنخلي مثلا السيارات بتعتمد على الكهرباء او بتعتمد على توليدها من طاقة شمسية. في الميديسن، في حاجات صحية زي سنغافورة، في خدمة مثلا ان لو حد مثلا عنده حد كبير في السن هو مضطر يروح شغل، بيثبته جهاز بحيث لو حصل حركة سريعة او بطيئة اكتر من اللازم، يعني شخص نام 12 ساعة متواصلة، يبدأ يبعت تنبيه للمستشفى بحيث انها تروح وتشوف المشكلة دي. لو في اي مشاكل في الجودة بتاعت الهواء حصل في اي فترة من فترات يبدأ يدي انذار ويبدأ ان هو يبدأ يشوف سبب المشكلة دي ايه. فدي كلها تكنولوجيا. احنا بنفكر ازاي نعيش في مدينة، يعني كل واحد يتخيل ويحاول ان هو انا عايز ايه عشان اعيش في مدينة احسن، احسن حاجة ممكنة. ايه اللي يخلي حد مثلا يفضل ان هو يروح مدينة مثلا في امريكا او اوروبا او ايه اللي موجود؟ يعني حتى في ناس في امريكا بتفكر انها تهاجر لكندا، تهاجر انها تهاجر السويد او هولندا. طب ليه؟ عشان ان في خدمات افضل، في جودة هواء في الاحسن، في تأمين صحي، في اقتصاد. يعني مش معقول كل الخدمات دي وما عنديش مصانع او ما عنديش زراعة او ما عنديش مورد دخل يبقى موجود، مضطر ان انا اسافر مدينة تانية عشان اشتغل. لا، لازم تكون الخدمات موجودة عندي. يعني على سبيل المثال مثلا دي اهي، ده عمود نور، عمود نور عادي زي اللي موجود في الشوارع كلها، موجود في كاميرا بحيث ان هو لو في حصل اي حاجة يبدأ يصورها، ولو حصل ان في حد طلع مسدس، هو الذكاء الاصطناعي متعرف على شكل المسدس
فيبدأ يدي إنذار وممكن يقفل مدخل العمارة بحيث إن محدش يدخل أو يخرج، أو مدخل الشارع، أو يدي تنبيه في تاتش بانل بحيث لو أنت عايز تكتب حاجة أو عايز توقف الشارع بحيث إن أنت تعدي. في شحن الموبايل يو اس بي تشارج سوكت، في تشارج سوكت للحاجات بتاعتك، في ممكن تشحن السيارة بتاعتك لو هي بتشتغل بالكهرباء، في زرار إنذار تتصل بالبوليس أو تتصل بأي حاجة طارئة، في موشن ديتكتور بيبدأ يدرس يحلل حركة الإنسان. كل الحاجات دي في عمود النور العادي بتاعنا. وكذلك الباص بيبقى فيه واي فاي بحيث إن هو يدي موجات يعرف الناس اللي موجودة قدامه قد إيه على ما يوصل المكان اللي أنا موجود فيه. فدي كلها خدمات بنحاول ان احنا كل شوية بنفكر فيها ازاي نخلي الحياة احسن، ازاي يحصل التواصل بين الحكومة جفرنمنت مع السايتس المواطن جي تو سي او جفرنمنت تو جفرنمنت او جفرنمنت تو امبلوير او جفرنمنت تو بيزنس. يعني حد عايز يستثمر فلوسه فيلاقي مثلا من ضمن المدن اللي كويس في الموضوع ده هو دبي. اول ما تدخل على الموقع تلاقي تعريف بكل حاجة، وتلاقي ان انت تقدر تسجل قبل ما تسافر، تعمل لنفسك شركة وتروح هناك على طول تلاقي الشركة بتاعتك جاهزة. فدي من الحاجات اللي بتشجع ان الواحد يستثمر مثلا في دبي، وكذلك في قطر، وكذلك بدأ الموضوع في السعودية. برضو موضوع الثقافة والسياحة، احنا عندنا مثلا مصر والمغرب والجزائر فيها حاجات أثرية وحاجات تراث، فدي مهم ان احنا نحافظ عليها. مش معنى ان احنا نتجه للمدن الذكيه ان احنا نهدم التراث ونبدا نعمل حاجات شكلها بايخ. ده لو حد ما عندهوش تراث وعايز يعمل مدينه في قلب الصحراء، انما ما دام انت عندك تراث لازم تحافظ عليه وتنميه. وده اللي حصل في الهند. الهند بدات تعمل وادي سيليكون، فكان من ضمن الاولويات بتاعتها المحافظه على شكل المباني القديم، بيطور ويحط تكنولوجيا لكن ما بيهدمش الحاجات اللي هو بيفتخر بيها وممكن تجيب له سياحه وحاجات زي كده. لازم يكون في الناس يبقى عندها وعي ازاي تحافظ على الطاقه. ممكن يكون انت عامل اجهزه لكن هم مش قادرين يستخدموها استخدام صحيح، فيبقى في توعيه بازاي نوفر طاقه، في اداره المجتمع على مستوى العمارات يقدروا ان هم يديروا بعض، في شبكه ذكيه بيبدا يديك انذار ان في استهلاك للميه اكتر من اللازم، او استهلاك كهرباء اكتر من اللازم، او في عندك تسرب في الغاز فتلحق انت المشكله قبل ما تحصل، يجي لك انذار كده على الموبايل في مشكله. تمام. فده مثلا المدينه، ومن ضمن الحاجات اللي هم مهتمين بيها قال لك عشان نعمل مدينه ذكيه لازم يبقى في منطقه خضراء. المنطقه الخضراء دي هواء يتنفس بحيث ان هو يزود الاكسجين، والناس تبقى في ممارسه للرياضه، ما يبقاش الانسان كسول وقاعد في البيت، لا يبقى في مكان يتنفس فيه وفي مكان يتحرك فيه، الاطفال تلعب فيه. ما ينفعش مدينه ذكيه والاطفال مخنوقه في البيت، عمرها ما هتبقى ذكيه. لو الاطفال ما بيلعبوش لعبه الصغميه او لعبه الغميطه هايد اند سيك مش هتكون مدينه ذكيه. لازم يكون في كده زي الانسان، كان في انسان وما عندوش رئه وما عندوش اوعيه هيموت. فلازم يكون في اماكن للتنفس في قلب المدينه عشان تبقى زي الرئه بتاعته. ده مثلا مصر. مصر دي حديقة الأزهر، المنطقة دي يعني لسه معمولة حديثا، منطقة جميلة جدا. تخيل كل الأماكن اللي حواليها ديت ده المتنفس أو الرئة بتاعتهم من الكربون والسيارات وكل الكلام دوت. فاحنا محتاجين عشان نصمم المدن بتاعتنا إن احنا نبدأ نغير طريقتنا في التفكير. احنا بنشكل المدينة وبعد كده المدينة هتعيد تشكيلنا. احنا ممكن نشكل المدينة بطريقة غلط تسبب في ان الجرائم تكتر، كلها شوارع خلفية ومفيش مكان ان الشرطة تدخله وتكتر الجريمة، فيعود ان هي تشكل طريقة تفكيرنا وتشكل السلوك بتاعنا. فلذلك احنا لازم نبدأ نستفاد من افضل التصميمات، ونبدأ ان احنا نستخدم كل التكنولوجيات الحديثة مع الحفاظ على التراث. يعني في مثلا البلوك تشين دي تقنية محتاجة محاضرات لوحديها، ازاي العقود تبقى ذكية وازاي
تكتب العقد وتشاركه مع الناس كلها ومحدش يقدر يعدل فيه. الذكاء الاصطناعي، الدرونز تقدر تطلع وتصور وممكن تتدخل في حل المشاكل، 3 دي برينتر ازاي ممكن تطبع بيت كامل مثلا. قد يكون عندنا بعض التحديات، لكن التحديات دي اتحلت مع دول تانية، فنقدر ان احنا ناخد منهم التكنولوجيا جاهزة، نقدر نشوف ايه اللي يناسبنا ونبدأ نفكر فيها. احنا مش هدفنا ان احنا نعمل مدينة ذكية، هدفنا راحة الانسان اللي موجود، الانسان اللي موجود يرتاح حتى لو قللنا المشاكل بتاعته بنسبة 20% 30%، فده حاجة كويسة جدا، ده هيعود بالأثر الطيب على حياة الإنسان وعلى راحته، ويقدر ان هو ينتج ويقدر ان هو يبدع. فبالله عندنا بقى محتاجين ان احنا نربط بين البيم والجايس. البيم هنتكلم عنه بالتفصيل، اللي هو حاجة خاصة بالمباني وبرضه في المساحات الواسعة، لكن الاماكن الواسعة بنستخدم فيها الجي اس اكتر، وهي التقنية بقى لها كتير، منها برنامج مثلا زي الارك جي اس برو، وفي الكيو جي اس. كيو جي اس اللي هو اوبن سورس. والميزة بقى لما بنعمل موديل 3 دي ان احنا نقدر نتشارك المعلومات، نقدر نعمل اناليسز للمعلومات، نقدر نعمل تخيل لو الهواء مشي بالشكل دوت او لو حصل ظل مثلا او بنقدر نشوف افضل تصميم. يعني احنا ممكن نعمل تصميم والتصميم دوت ينتج منه مشاكل كتيره ما نحسش بيها غير بعد ما المدينه تتبني، بعد 30 سنه تقدر تظهر مشاكل. لا احنا ممكن نعمل محاكاه ونبدا نشوف الناس هتبقى مستمتعه ولا لا، الناس هتقدر تستريح ولا لا، الناس هتقدر تتواصل ولا لا. تمام. فهو اير كواليتي سنسور، ده سنسور بيحس بالمشاكل في الهواء، في نويز لو في اي ضوضاء عاليه بدا يبدا يحس بيها، في تعمل سمارت بايكس تقدر تاخد اي سياره بايسكل او دراجه هوائيه، في برضه سنسور للفيضان لو الميه زادت زياده عن اللزوم او قلت زياده عن اللزوم يبدا يديني تنبيه. فده بيخلي الحياه ذكيه وحياه مريحه، والانسان يبقى عايش في المدينه وهو مستريح. بنبدا بقى نعمل ايه عشان نحقق الموضوع دوت؟ بنجمع الداتا. بنجمع الداتا ده من خلال حاجات زي الدرون اللي قلنا عليها، بتنطلق في الجو وتبدا تعمل موديل 3 دي، تعمل موجات كده زي الخفاش، في ليدار برضو، في اير الفوتو، في كل الحاجات دي بتجمع معلومات بحيث يبقى عندنا موديل اهوت. نبدا نجمع المعلومات وندخلها مع بعض، وساعات بنستعين دايما بالاوبن ستريت ماب. اوبن ستريت ماب ده اوبن سورس، بنقدر نجمع فيه المعلومات ونعمل خريطه ثلاثيه الابعاد عشان نقدر نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نطور بيها المدينه ونخليها ذكيه. فعندي خريطه، عندي معلومات، عندي فيرتشوال رياليتي، عندي سبع تقنيات اساسيه بيسهلوا. النت لازم يكون سريع، البلوك تشين على اساس تعمل عقود ذكيه، الذكاء الاصطناعي، المركبات ذاتيه القياده، استكشاف بنخلي الاقمار الصناعيه بنستفاد منها، القياسات الحيويه، الدرون. دي مثلا سياره معاها الجهاز الليزر سكان بتمشي في الشوارع كل كام متر كده بتقف وتبدا تعمل سكان بحيث ان يبقى عندها خريطه للمدينه. في مدن كتيرة اتعملت بالشكل دوت بحيث ان تبقى عندك موديل 3 دي وفي ابديتد كل شويه. البحرين مثلا عملوا فيها الموضوع دوت. دي بعض البرامج الاوبن سورس اللي ممكن انت تستخدمها، وكل المعلومات دي هتلاقي الروابط بتاعتها تدوس عليها تبدا تشوف الحاجات فعلا قدامك. تسريبات غاز، كل تسريبات الغاز اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت موجود معلومات كامله عنها بحيث ممكن حد يستفاد منها. دي مثلا مدينه موجوده حط كل المعلومات اوبن سورس، تقدر تشوف، تقدر تسال فين اقرب مثلا ملعب كوره، فين الاماكن اللي حصل فيها مشاكل، فين الاماكن اللي ممكن اركب فيها السياره. كل المعلومات متوفره على النت، مفيش حاجه اسمها مش قادرين نوصل ليها. عشان نعمل ديجيتال توينز ويبقى عندنا توأم رقمي
ونقدر ان احنا نتنبأ بالمشاكل الموجودة ونقدر ان احنا نتوائم معاها. فدي التطور بتاع المباني، ان احنا كان عندنا الاول تراديشنال بيلدينج، بعد كده اوتوميتد بيلدينج بتشعر بالحاجه وتبدا تطور معاها، بعد كده بقى في سمارت، وبعد كده المبنى نفسه هو لوحده بيشوف ايه اللي ممكن يطور فيه، او مثلا لا محتاج ان هو يقفل حاجه او يفتح حاجه، ممكن يجي فتره معينه يقفل الانوار كلها في المبنى اللي مش محتاج الانوار دلوقتي. فدي التكنولوجيا اللي احنا مهتمين بيها، انترنت اوف ثينجز، الذكاء الاصطناعي، البيج داتا، الاي ار والفي ار، الكلاود. وده نتيجته ان المواطن نفسه هيشعر بالراحه النفسيه وعنده المعلومات وما بيصطدمش بالمشاكل، وعارف هيوصل امتى، عارف الاتوبيس هيجي امتى، عارف امتى يقدر ان هو يتحرك، في مراقبه لكل الطرق بحيث لو حصل مشكله في طريق قبل ما المشكله تتفاقم في ثواني يبدا الشرطه يروح ان هو يحلها. دي منصة أنا مش عايز بس أقعد أفتح مواقع ونطول، بس في البرزنتيشن هتلاقي كل المواقع اللي ممكن تجرب، تلاقي مثلا المثال للحاجات ديت لايف، بتلاقي نفسك كل المعلومات، الدول كلها بتشاركها، كوريا الجنوبية، في بريطانيا بتشارك معلومات كتيرة جدا، كل دي أوبن سورس تقدر تشارك فيها المعلومات، وموجودة على الويب، مش محتاج إن أنت تتسطب حاجة، بتدخل على الموقع وتبدأ إن أنت تشوف أمثلة للحاجات دي، سواء من الموبايل أو من التابلت أو من اللابتوب أو الكمبيوتر أو كل الحاجات دي. واستخدام الذكاء الخرائط، بتستخدم الذكاء الصناعي عشان نرسم خرائط ثلاثية الأبعاد ونقدر إحنا نتشارك فيها. طيب خلينا نشوف موضوع البيم، وده جزء من المدن الذكية، يعني عشان تعمل مدينة ذكية محتاج إن أنت يكون عندك بيم. فإيه هو البيم؟ البيم هو يعني التكنولوجيا اللي احنا نفسنا مضطرين ليها، يعني حصل مشاكل كتيره جدا، زي مثلا من زمان عندنا مشكله ان انت في مشروع كبير هيتعمل وما تعملش مثيل ليه، فمش عارف انت التكلفه كام ولا الوقت اللي هيستغرق قد ايه. يعني ده مثلا برج بابل ما عملناش حاجه قبل كده، فهياخد وقت قد ايه وهيكلف قد ايه، فده لازم يكون فيه حد يجاوب على الاسئله دي. فموديل البيم ممكن يجاوب لنا على السؤال دوت، ان هو بيبدا يرسم الموديل ويبدا يقول لي التكلفه بتاعته ويبدا ان هو يجاوب على الاسئله دي. دي امثله من زمان بيعملوا هم موديل 3 دي على اساس يتخيلوا شكل البنى هيبقى معمول ازاي قبل ما يبداوا فيه، لان في تطور كبير جدا في صناعه الموبايلات، صناعه السيارات، كل الصناعات فيها تطور ما عدا الكونستراكشن، فده لازم نلاقي له حل. الحل هو البيم، ان انا بعمل موديل 3 دي اقدر اطور فيه. بنلاقي مشاكل كتيره جدا في قطاع البناء، في مشاكل في التواصل، في مشاكل في ان المعلومه توصل للاخرين، ان مشاريع كتيره 30% منهم ما بيلتزمش بالتكلفه اللي موجوده، في نسبه كبيره جدا بيستهلك اكتر، بياخد وقت اكتر، فده بيخلي ناس كتيرة جدا يعني غير راضية عن اللي بيحصل. تمام، فتكنولوجيا البيم جت عشان تعمل لي موديل 3 دي يبدأ يقول لي التكلفة قد ايه بالظبط والوقت هيبقى ايه بالظبط، ويتنبأ بالمشكلة قبل ما تحصل ويحلها لي. يعني احنا بدل ما كان عندنا حاجة 2 دي لا بقى عندنا 3 دي، فلو في أي مشاكل بين الميكانيكال والإلكتريكال أو ستراكشر يبدا يقول لي خلي بالك في كلاش هنا، فقبل ما انزل الموقع انا عرفت المشكله وقدرت ان انا احط حل ليها، واقدر في اي لحظه اقول له حط لي كل اللي عايز اعرف الحصر بتاع ده قد ايه والحصر ده بتاع قد ايه، بحيث يبدا يجيب لي التكلفه دي. طيب بي اي ام، احنا قلنا بي اي ام هي بيلدينج انفورميشن مانجمنت او موديلنج. بيلدنج خاصه بالمباني، هو ما بيعملش اي حاجه غير المباني، يعني الاوتوكاد ممكن يشتغل في اي حاجه، انما البي ام لا خاص بالمباني. المباني دي تشمل الطرق وتشمل المباني العاديه وتشمل المدن. الانفورميشن لازم احط فيه معلومات، لازم احط فيها كل المعلومات اللي انا ممكن ان انا احتاجها.
لو انا مش حاطط معلومات ده ما بقاش بيم، ده حاجه 3 دي وخلاص. الموديلنج لازم يكون 3 دي، لازم حاجه اقدر انا اشوفها من جميع النواحي، مش مجرد حاجه مكتوبه. فلما استخدمنا البيم لقيناه اسرع في الشغل، لان هو بيوفر وقت، بيحل المشاكل، بيقدر يوري المالك ايه الحاجه اللي هتحصل، فلو عنده اي كومنت يقوله قبل ما نبدا شغل. فبنلتزم بالوقت ونلتزم بالتكلفه، لذلك في دول كتيره اصرت ان البيم يكون اجباري، زي مثلا سنغافوره، زي بريطانيا، زي دبي، زي دول الكومنولث. كل الدول دي قالت لك لازم تعمل الشغل البيم وتتاكد ان الشغل بتاعك سليم. طيب البيم بيفيدني في اي مرحله او بيبدا معايا منين؟ بيبدا معايا من اول ما يكون في فكره بروجرامنج، لسه بتفكر الكونسبت ديزاين، بدات تحط الفكره، الديتيل ديزاين بدات تحط تفاصيل، الاناليسز. الاناليسز في برامج متخصصه هو بيبدا ان هو يديها المعلومه جاهزه بحيث ان هو يقدر يستفاد منها. في مرحله الفابريكيشن، مرحله الكونستراكشن، مرحله التشغيل الاوبريشن، مرحله لو انت عايز تهد المبنى كمان يقدر يساعدك ان هو يحدد لك ايه الاماكن اللي ممكن تسهل عليك الاعمده اللي انت لو كسرتها في لحظه واحده ممكن المبنى يقع راسي ما ياثرش على المباني اللي حواليه. فلذلك هو مستمر معايا من اول المشروع لاخر المشروع، وبينظم لي المعلومات بدل ما فيه داتا موجوده في اكتر مكان، لا هو موديل واحد فيه كل اللوح. بدل ما كان عندي 20 لوحه اوتوكاد وكل لوحه فيها معلومه وممكن اعدل في واحده وانسى اعدل في التانيه ويعدل في سيكشن وما عدلش في البلان، لا هو كله بيتعدل مره واحده. فهو طريقه للتفكير وطريقه تسهل لي الشغل بتاعي. على سبيل المثال المبنى ده لما اعمل سيلكت في اي جزء يقول لي ده الروف، ده الحيطه، ده كيرتن وول، ده الباب. فلو تروح صور لي الابواب هيجيب لي حصر الابواب، لو تروح صور لي الروف هيحصر الروف لوحده. فلو انا مثلا شغال بالماكس او شغال بالاوتوكاد 3 دي بيبقى كتله واحده، كله كتله واحده، انما هنا لا بينظم لي الموضوع. فهو بيفيدني بقى في حاجات كتير قوي. ما دمت خلصت الموديل اللي هو 3 دي فاقدر اضيف الوقت واشوف المبنى هو بين واحده واحده، اضيف الكوست، اضيف الاستدامه، اضيف الفاسيلتي مانجمنت، اضيف السيفتي، اضيف التخطيط. كل اللي انا عايز ان انا انظمه اقدر ان انا انظمه بسهوله لان عندي الداتا، مش مجرد حاجات 2 دي وخلاص. فده مثلا لوحه اوتوكاد كانت موجوده بالشكل دوت ومحدش قدر يفهمها خالص، مش عارفين الارتفاعات، لكن لما عملناها في الموديل ده برنامج تكلا طلع بالشكل دوت، وبدأنا ناخد منها تفاصيل فبقى الموضوع أبسط كتير وأسهل وفعلا اتنفذ اللي احنا عايزينه. مبنى مثلا زي دوت ده 3D سيكشن ما خدش وقت خالص، احنا بعد ما عملنا الموديل دوسنا النار وريهولنا في 3D سيكشن ظهر بالشكل دوت. لو عدلت في البلان هتعدل هنا اوتوماتيك، مش مضطر ان انا اروح لل 3D واعدل فيه. الحصر بيطلع على طول، الدايمنشن في اي لحظه تقدر تقيس، الاحمال برضو موجوده، الحسابات موجوده، السبسكيشن برضو موجوده، فمش محتاج ان انت تدور في كل حاجه. فلذلك البيم بيستفاد منه الناس اللي خاصه بالسستينابيلتي، الاستدامه، المصممين، المهندسين، الكوست. اكتر حد بيستفاد منه طبعا الاونر لانه بيبقى الموضوع مضمون بالنسبه له، الوقت والتكلفه وما بيحصلش تاخيرات لو البيم ماشي بطريقه مظبوطه. لو انت بصيت على الشكل دوت وقلت لك ابني المبنى ده، يعني اللي عمل التصميم ده ممكن يبقى فاهمه انما انا مش فاهمه، انما لما اوريه لك بال 3 دي بالشكل دوت اه خلاص انا فهمت كده الشكل عامل ازاي. ففرق كتير قوي لما شفنا الشكل 3 دي. ده مثلا مبنى في الامارات بالشكل دوت، كميه التفاصيل اللي فيه مرعبه. عشان تاخد بقى لوح اوتوكاد في كل حته هتلاقي الموضوع ياخد منك وقت كتير جدا. تمام، ده مثلا مبنى او فكره مبنى المصمم جان نوفال عجبه التصميم دوت، اللي هو يعتبر تجمع بيسموه برد الصحراء، تجمع الاملاح او الصخور بالشكل دوت على الرمال. فلما قال ان هو يعمل التصميم دوت يعني كنا معتقدين ان هو مش هيحصل يعني، لان هو فعلا تصميم صعب، لكن الحمد لله تكنولوجيا البيم قدرت انها تعمله، وده بتعمل برنامج تكلا فيه كميه تفاصيل مرعبه. ما ينفعش اي قطعه ستيل او حديد
تتحط في مكان تاني غير اللي مصمم ليها. فالتصميم ده صعب جدا يتعمل من غير البيم. من ضمن الحاجات برضو اللي فادنا بيم فيها وخلانا نقدر نعمل المدن الذكية، يعني هو الهدف راحة الإنسان. عشان نعمل راحة الإنسان مضطرين نعمل مدن ذكية، سمارت سيتي. عشان نعمل سمارت سيتي في كذا تكنولوجيا موجودة، احنا بنتكلم على عنصر واحد منها اللي هو البيم، انما عندنا البلوك تشين وعندنا الانترنت اوف ثينجز وعندنا الجي اي اس وعندنا عوامل كتيرة جدا كل واحدة فيهم يعني محتاجة يعني سنة كاملة ندرس فيها. الموضوع فعلا محتاج ان كل واحد يمسك جزء يهتم بيه جدا، ونبدأ ان احنا يبقى هدفنا راحة الإنسان من أجل إن ربنا يرضى علينا، يعني الهدف النهائي إن ربنا يرضى عليك. أي هدف عندك غير إن ربنا يرضى عليك، راجع نفسك. هتعمل إيه؟ أنا رايح ألعب كورة ليه؟ عشان رياضة. لازم في الآخر توصل إن أنا هدفي إن ربنا يرضى عليا، أنا هجيب حد يعلم ابني كذا عشان ربنا يرضى عليا. لو الهدف فيه معصية هتلاقي الموضوع كله اختلف. فكان من ضمن المشاكل في البيم التواصل، ودي عانينا منها كتير، إن كل واحد بيسأل فين الملف الاخير، طب انا مش لاقي الحصر، طب انا عندي نسختين اوتوكاد انا واحد فيهم الاخيره، طب السكشن غير البلان. فالبيم حل لنا المشكله دي، هو موديل واحد وبندخل نلاقي كل المعلومات. حتى لو انت موجود في الموقع والاخر موجود في المكتب، فسهل جدا من خلال الانترنت تتشارك المعلومات وتطلب منه ان هو يحلها لك. لو في حاجه جت غير اللي احنا متفقين عليها في الموقع، فانت بتبعت له يبدأ يعمل ابديت للشغل اللي عنده. فالبيم ساعدني في ان احنا نعمل حاجه اسمها اي بي دي، انتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا بنتكامل مع بعض وبنشيل مسؤوليه بعض، وبنبدا ان احنا كلنا نفكر ازاي نحل المشروع مش ازاي نرمي المسؤوليه على الاخرين. فبدل ما كان كل واحد المعماري بيقول ده مشكله الانشائي، والانشائي يقول لك ده مشكله الميكانيكا، والميكانيكا مشكله الكهرباء، اصبح في موديل واحد كلنا بنتشارك فيه وبنبدا نحل الكليشيهات اللي موجوده فيه. فاصبح البيم بيفيدني في ان انا بعرف تكلفه كل حاجه بالتفصيل، مش مجرد ان انا بقول تقريبا العمود هيكلف كذا، لا، العمود فيه قد ايه تسليح، فيه قد ايه فورم ورك، فيه قد ايه كونكريت، فبقدر اوصل للتكلفه اللي انا محتاجها بالظبط. بقدر اتحكم في الوقت اللي هيحصل فيه، في السيفتي، في الكواليتي. الكواليتي كان في مشكله كبيره جدا في ان بيحصل تعرضات في الشغل، في ريسك مانجمنت فيه. فالبيم قدر يحل لي مشاكل كتيره من الريسك مانجمنت، يحل لي مشاكل كتيره جدا في الايشو ريزوليوشن، الكلاش ديتكشن حلها بنسبه كبيره جدا، فده ادى ان تحسين الجوده. فاحنا قدرنا نوصل لتحسين الجوده وتقليل الوقت وتقليل التكلفه، واصبح في بسرعه بقدر الاقي المشاكل قبل ما تظهر، وببدا ان انا احلها قبل ما تظهر. يعني خلاص انا عارف المشكله تظهر امتى وحليتها، وبحيث ان المشكله مش هتحصل خالص. حتى في السيفتي بقى في برامج متخصصه بتقدر انها توري العمال الحاجه 3D، بحيث ان هم يعرفوا ان هم ازاي يتعاملوا معاها. ده موديل 3D هو بيبدا يمشي، ولو في اي مشكله يقول لك خلي بالك في مشكله في السيفتي، ممكن حد يقع هنا، ممكن حد دي ممكن مش ثابته، فيبدا ينبهني للمشاكل اللي موجوده، بحيث ان انت بقى عندك قدره على التنبؤ بالمشاكل وحلها، والناس كلها تبدا انها تبقى فاهمه. لو احنا عندنا كرين يبدا يقول لي ده ممكن مثلا يحصل تعارضات مع ايه، او ازاي ان انا اقلل عدد الكرين في الموقع بالشكل ده. فعشان كده الحاجه اللي احنا بنصممها هي الحاجه اللي بتنفذ فعلا، الفرق بيبقى بسيط. بس ده كده ملخص سريع لفكره المدن الذكيه والبيم. اتمنى ما اكونش طولت عليكم.